طيب هلا التراي مفيده لما يكون عندك ديكشنري وبدك تدور على كلمه معينه، تمام. هلا ابسط طريقه انه ممكن نستخدم ماب او ست واضيف لها الكلمات، وصير كل ما اجتني كلمه ادور بالماب هل هي موجوده او لا. هلا الانسيرشن للست كم؟ لو انا عندي ست اوف سترينجز اني اضيف على الست كم؟ لوج لوج السايز بشكل عام، تمام. انك تضيف الكومبلكسيتي الاضافه لوج لما يكون عندي انتجرز، لكن المشكله لما يكون عندي سترينجز انه انا كل مره راح انادي البوليان اوبريتور. هلا الست من جوا مش بترتب العناصر، تمام. حتى ارتب العناصر انا راح انادي الاوبريتور ليست ذان عشان اعرف مين لازم يجي قبل مين، تمام. فمقارنه تو انتجرز هي او اوف 1، فلذلك احنا لما نضيف على string نضيف على set بنحكي log n وبس. لكن مقارنه تو سترينجز كم الكومبلكسيتي لها؟ الاصغر بيناتهم بالورست كيس. فلو انت عندك واحد AAA والثاني نفس الشيء بس بالاخر B، فلما تقارن بالمناسبه شو يعني انه نحكي string اصغر من string؟ لما نقارن string اصغر من string يعني قصدنا باللكسيكوغرافيك اوردر، اللي هو انه نمشي حرف حرف وعند اول اختلاف نقرر مين اصغر. فالstring A Z A هو اصغر من B A A، والسبب انه لو مشينا لعند اول اختلاف اللي هو من اولها انه حرف اصغر ال A، وبالتالي الstring الاول اصغر. لو كان في مجموعة حروف متساوية بالبداية مثلا AXO AXO متساويين أول اختلاف عندي فوق A وتحت B، فالسترينج الأول بيكون أصغر. هذا اللكسيوغرافيك أوردر. لو عندي AAO و AAOB اول اختلاف هو انه في عندي بي وفوق ما في شيء، فالسترينج الاصغر يعني دائما بنعتبر عدم وجود شيء اصغر من وجود حرف، فبالتالي السترينج الاصغر بيكون اصغر ابجديا. فهذا الترتيب هيك الاوبريتر بيشتغل تبع السترينجز. فاذا الاضافه على ست الكومبلكس تبعتها لوج عدد او حجم الديكشنري ضرب اف. الاف هو نحكي الافرج، او يعني ممكن تحكي طول اصغر، اوكي الافرج لينكث للسترينج. انه انا لو عندي مجموعه سترينجز كم خطوه راح يمشي وهو يقارن تو سترينجز، تمام. وممكن يعني بالورست كيس ما تكون الافرج، تكون مجموعهم، يعني انك كل سترينج مع كل سترينج تاني بتمشي كامل، بحيث انه لو هذا كان A هذا A A A A A فانت كل سترينج عم تمشي بشكل كامل. بس لو الكيس راندوم ممكن يكون هذا الشيء سريع. طيب فهذا الكلام بطيء فعليا. لو انا عندي ديكشنري حجمه 100,000، فكل إضافة راح تأخذ لوج الان ضرب طول السترينج، أوكي. بدنا شيء أسرع، وهون بيجي دور التراي. طيب فكرة التراي إنه بنبدأ بنود فاضية. التراي هي فعليا داتا ستراكشر لتخزين السترينجز. لو انا بدي اعمل انسيرشن لهي الكلمات A B A X A B B O كار كار واي، النود هاي الفاضيه هي تمثل سترينج فاضي، وهي الروت تبع الداتا ستراكشر اللي اسمها تراي. بدنا نعمل انسيرشن ل A B A X،
نيجي عند هاي النود بنسأل هل طالع منها إج عليها حرف A؟ حاليا ما طلع منها ولا إج، فمنضيف نود جديدة ومنحط إج بيناتهم، هاي الإج تمثل الحرف A. فبعد ما عملنا insertion للA بدنا نضيف حرف الB، برضو هاي النود ما عندها B فبضيف لها B، بعدين بدي A وأخيرا X. فزي كأنه بنبدأ من الروت ومنشق طريق للسترينج تبعنا لو ما في طريق. السترينج الثاني A B B O، A موجودة وB موجودة، بدنا B تانية وبدنا O. السترينج الثالث كار، فبدنا C بعدين A بعدين R. طبعا كل سترينج بنحط عند نهايته مارك، انه هون في نهايه لاحد السترينجز اللي بالديكشنري. والسترينج الاخير كارد قبل الاخير اللي هي سي اي ار بعدين دي، واخيرا عندنا الواي. كم الكومبلكسيتي لبناء هذا التيبل او هاي التري؟ مجموع أطوال السترينجز، يعني أنا لو مجموع أطوال السترينجز 100 فأنا فعليا عملت 100 حركة. كل سترينج اللي كان طوله 4 عملت 1 2 3 4، 4 أوبريشنز. وهلأ راح نشوف كيف ممكن أبنيها من غير ما أعمل أوبريشنز أكثر من هيك. أنت بتكمل عليه، بس سواء كملت أو فتحت نود جديدة ككومبلكسيتي هي انت ماشي عليها سواء إلها داعي او ما إلها داعي. انا ما بنيت، انا بمشي عليهم. ما هو انك تمشي لانك عارف انه في طريق، هذا جزء من البناء. انت مشيت عشان توصل بتعرف انه ما في بي ولا او، فبالنهايه البناء مش راح يتم من غير ما تمشي على الموجود. طيب هلا لو اجاني سترينج تاني مثلا اي بي بي، بدي اعرف هل هو موجود بالتراي ولا لا، بالديكشنري ولا لا، كيف ادور عليه؟ يس، ببلش من الروت، بدي حرف A بروح عليه، بدي حرف B بروح عليه، كمان B بروح عليه. بما انه خلص السترينج، حتى يكون هذا السترينج موجود بالديكشنري لازم يكون النود اللي وقفت عندها فيها مارك انه هون في سترينج ينتهي هنا. طيب حالة تانية انه انا بدي A X Y، بمشي من الروت لعند ال A، ما في عندي edge بتودي على ال X، فمعناها اكيد ما في string اصلا، ما في string يبدأ ب A X، وبالتالي A X Y مش موجود. تمام، واضح data structure؟ هي بسيطة نوعا ما. ممكن نتخيل تطبيق عليها الاوتو كومبليت، لما انت تكتب بريفكس من الاشي فهو بيطلع لك الاقتراحات. تخيلوا لو انه كل نود عندنا الفريكونسي تبعتها، فهو لو انت كتبت اول 3 حروف اللي هم فعليا باث بالتري، باث يبدا من الروت، كتبت 3 حروف بالسب تري، هاي عندك بجوز كثير كلمات كثير نهايات، بتطلع توب 10 منهم مثلا وبتطبعهم. لكن طبعا الاوتو كومبليت هلا صار اعقد، صار مرات لو كتبت جزء من نص الكلمه بيعطيك اقتراحات، مش هيك؟ طيب نشوف هذا ابسط تطبيق على التراي، بس بالاسئله بتشوفوا افكار اكثر. الأفكار يعني مش تعديل على التراي، بس يعني هي التراي بالنهاية تري، وأي شيء يعني ممكن يكون problem dynamic programming تشتغل على تريز وتصير تشغلها على تراي. طيب هلأ كيف بدنا نعملها implementation؟ لو فرضنا أن الحروف من A إلى Z small letter، إحنا كل نود لازم لنا يكون عندها زي 26 اندكس،
كل اندكس عبارة عن سالب واحد. طبعا كل اندكس يمثل حرف، وكل اندكس بالبداية سالب واحد، معناه ما في ايدج تمثل هذا الحرف. فالروت بالبداية ما في اندكس، ما في ايدج بتودي لحرف A، ما في ايدج لحرف الA. لما انا اضفت نود نسميها نود 2، فبحكي انه لو بدك حرف A وانت واقف عند الروت روح لعند النود 2. هلا النود 2 برضو عندها تيبل بالبداية كله سالب واحد، نفرض من التو رحت على نود 5 وعشان بدي حرف X، فمنروح عند الاندكس تبع X نحكي له انه لو انت واقف عند نود 2 وبدك حرف X روح على نود 5. واضحة الفكرة؟ تمام؟ ففعليا هي 2D array، يعني راح يكون نسميها V. لو انا واقف عند النود U لازم يكون عندي 26 اندكس، بحيث لو بدي الحرف A بعمل access على 0، حرف B بعمل access على 1 وهكذا. ف V of U of 0 راح تكون سالب 1 لو ما في حرف A طالع من U، وراح تكون عدد ذلك رقم يمثل رقم نود لو في adjacent لليو يمثل الحرف اللي بدي اياه. تمام؟ في اي سؤال قبل ما نبدا بالimplementation؟ طيب، فبما انها 2D array راح اعرفها على شكل vector of vector. في implementations ثانيه، الميموري هون راح تكون total عدد النودز ضرب 26. في implementations بيكون الميموري فيها اقل، بس هذا ابسط شيء ممكن نبدا فيه. نسميها V. لازم لنا array تانية حتى نعلم كل نود هل هي نهاية ولا لا. فإي اختصار لأند، منحط ترو عند كل نود لو هي تمثل نهاية كلمة. نفرض عدد الكلمات N، بدنا نعمل function insert نعطيه string وبضيفه على التراي. بالبداية حكينا التراي فيها نود واحدة اللي هي تمثل empty string أو prefix فاضي. ففي dot resize of size 1، وفي of 0 dot resize كم؟ 26. وبدي أعطيه بالconstructor سالب 1، يعني ما في adjacent للنود لأي حرف. و e dot pushback false لأنه ما في string بالdictionary فاضي اللي هي النود 0 مش terminator. طيب void insert بياخد string by reference as. هلا أول ما نبلش إضافة بنكون عند الروت اللي هو نود 0. نود زيرو لأنها أضفناها بأول الفيكتور. بعدين نمشي حرف حرف على السترينج. الحرف اللي بدنا إياه هو S of I، بس الأسكي تبعه ممكن يكون 65 وطالع، فبدي أطرح منه A small أو حتى 97 يمكن. S of I minus A، فأنا هيك رجعت الأرقام من 0 ل 25، صاروا يعني بدل ما كانوا حروف صاروا أرقام أو indices من 0 ل 25. إذا كان V of current، V of current يمثل الفيكتور اللي حجمه 26 اللي بخص النود current. إذا كان الحرف C عنده يساوي سالب 1، يعني ما في edge طالعة من النود current تمثل الحرف C، فأنا بدي أضيف نود. النود كم راح يكون الاندكس تبعها؟ أو السايز تبع التراي، صح؟ بعدين بوش باك لفيكتور أوف انتجر حجمه 26 ومعبى سالب 1. عملت فيكتور حجمه 26 ومعبى سالب 1 وأضفته بآخر التراي. واضحة؟ طيب نعتبر انه الالفابت تبعتنا بس A B C،
بلشنا بالروت. حكينا الروت هو عبارة عن الري حجمها 3 لأنه الألفابت بس A B C نفترض. وبالتالي بالبداية بتكون كلها سالب واحد سالب واحد سالب واحد. اجينا نضيف السترينج A B A من الروت اللي هو حاليا مسمينه current. current عند الروت اللي هي index 0 اجا. هل V of current هاد فعليا الفيكتور هو حاليا V of current اللي هو سالب واحد سالب واحد سالب واحد. هل V of current of C C كم؟ بعد ما نطرح A من السترينج راح تصير 0 1 0. هل V of current of 0 تساوي سالب واحد؟ يس. معناها ما في edge تمثل هذا الحرف فأنا بدي أضيف edge. فبما أنه هاي رقمها 0 ال edge الجديدة النود الجديدة رقمها راح يكون 1 اللي هو حجم الفيكتور. يعني V dot size يمثل عدد النودز بالتراي. فبالبداية كان في بس الروت. فلو أنا حطيت V of current of C يساوي V dot size راح يكون النود الثانية يعني هاي تبدلت بواحد. فصار في edge تمثل الحرف A. فلو أنت واقف عند 0 بدك حرف A روح عند 1 تمام. وأضفت لل 1 أول إشي أضفت النود واحد وأضفت لها فيكتور بحجم الألفابت كله سالب واحد. واضحة هلا؟ طيب هلا بكل الأحوال سواء ما كان فيه وأضفت أو كان فيه من أول المحصلة إنه فيه إدج تمثل الحرف اللي بدنا إياه. فبدل ما إحنا واقفين عند كرنت بدنا نوقف عند V of current of C. يعني بدل ما أنت واقف عند 0 روح عند V of 0 of 0 اللي هي 1. صرنا واقفين هون. هلا صرنا من حرف B. هل B تساوي سالب واحد؟ فبدنا نضيف نود جديدة. نود جديدة راح يكون رقمها 2 والفيكتور تبعها سالب واحد سالب واحد سالب واحد وهاي راح تتغير ل 2. لو انت واقف عند واحد وبدك حرف B اللي هو واحد روح على نود 2. هلا طبعا كل ما نضيف نود لازم نضيف معها فولس على الفيكتور الثاني اللي يمثل انه نهاية ولا مش نهاية. وبالاخير E of current. current هي النود اللي انتهى عندها السترينج. انا ضليت نازل انتهيت عند نود. ف E of current يساوي true بمعنى اخر حط لي مارك انه هاي نهاية سترينج. واضح يا رجائي؟ اوكي. بدنا كمان ايه فرح تاخد رقم النود رح يكون 3 فهون 3 وهي تمثل ايه هاي الفيكتور تبعها سالب واحد وهاي بنعلمها بالاري اللي اسمها اي انها ترو يعني نهاية لستريك. طيب أضفنا السترينجز الكومبلكس تبعتهم مجموع أطوالهم. فعليا أنت لما تحكي إنه أنت دورت على سترينج بكومبلكسيتي مساوية لطوله فهذا أسرع شيء ممكن تعمله يعني نفس كومبلكسيتي قراءته تمام. مع مراعاة إنه بالإنسيرشن هلا من ناحية سيرش هي أوف طوله بس بالإنسيرشن لاحظوا إنه إحنا نضيف مرات 26 تمام انه بتضيف 26 فممكن لما تضيف سترينج طوله 100 يكون اضفت 100 ضرب 26 عملت 100 ضرب 26 اوبريشنز. بامبلمنتيشنز ثانيه بكون هذا الشيء اسهل ميموري اقل بس على حساب انه السيرش بصير ابطا شوي. طيب هلا بدنا نقرا مجموعه كويريز. إذا find الأس رجع true بطبع yes عدا ذلك بطبع no. آه
string s ندور عليه. الفايند نفس مبدأ عمل اسم الانسيرت، لكن ممنوع نضيف edges جديدة. لو أنا عند لحظة معينة ما لقيت edge أروح فيها، فأكيد السترينج مش موجود. فبدنا integer current equal zero، أو خلينا ننسخ نفس الكود. التعديلات إنه إذا كان يساوي سالب واحد ما بدي أضيف نود، بدي أرجع false إنه مش موجود أصلاً ب اللي تراي. هذا ذلك إذا ضل أعمل جمب، وبالأخير شو رجع؟ E of current. غلط نرجع ترو هون، لأنه ممكن أنتهي عند نود جزء من بريفكس لكلمة يس. فE of current، لو E of current ترو معناها في نود تنتهي عند هاي النود، في string ينتهي عند هاي النود، وبالتالي برجع ترو، هذا ذلك برجع فولس. واضح الفايند؟ نجرب نضيف خمس كلمات. لو سألنا عن AB المفروض يرجع نو، ABC موجودة رجع يس، كارد كار CA تمام. A B C موجودة، A B C D B C D أوكي. طيب هذا بالنسبة للتراي. طبعا زي أي داتا ستراكشر هي بالنهاية نشرح الأساس، بس أنت مثلا لو بدك فريكونسي لكل سترينج، بدل ما E of current هي بوليان بتصير فريكونسي، فبتصير كل مرة بتعملها بلس بلس. لو بدك تعرف لكل خير، وانا عندي تراي مبنية وانا بدي اعرف بعطيك سترينج، فالسترينج راح يكون عن نقطة معينة، بدي اعرف هذا السترينج اللي اعطيتك اياه هو بريفكس لكم كلمة بالدكشنري. يعني لو انا عندي A B C و A B B B و A B X Y، فانا لو اعطيتك السترينج A B راح يكون هو بريفكس لثلاث كلمات، عشان ما انزل كل مرة وعد بكل السب تري. اللي راح نعمله انه كل ما يجيني نهاية سترينج هون وانا طالع بحط بلس بلس على فريكونسي كل نوت. ما؟ يعني انا نزلت بباث معين بعمل بلس بلس لكل النودز اللي على الباث، انه في سترينج اضافي تحتك تمام. وبالتالي لما بدك تيجي تايب بس بتنزل A بعدين B وبتشوف كم الفريكوانسي لهذا النود، انت هيك عرفت كم سترينج تحتها. طيب واضح. طيب بتمشي عليها مرة واحدة. بتمشي عليه مرة واحدة بدل ما تنزل على كل السطر اللي تحت.